لسنا حجارة شطرنج ولا يمكن تحنيط حياة الناس واختزالها في حاجز. الصورة هنا تعكس صراعاً ممتداً منذ النكبة بين إرادتين، كتل إسمنتية، جنود مدججون بالموت، وأسلاك شائكة تقابلها إرادة أسطورية لشعب حر. الحاجز العسكري الإسرائيلي كان بيتمثل في حاجزين، حاجز على شارع أبو هولي وهذا يسمى حاجز أبو هولي، وحاجز المطاحن المسافة بينهم كيلو متر. هذه سكنة عسكرية، اللي بيعدي كأنه بيعدي بيطلع من رحم موت. هو عبارة عن حاجز واقع وسط شارع صلاح الدين، منطقة أبو هولي بالتحديد، فاصل ما بين مستوطنات غرب خان يونس واصل اللي هو مدخل الحدود الشرقي اللي هو متمثل في بوابة كوسفيم. هو عبارة عن مركز لمعاناة قطاع غزة، أكثر ناس عانوا فيه اللي هم عبارة عن الطلاب والمرضى. أبو هولي اسم لعشيرة فلسطينية، أقيم الحاجز سيء السمعة والصيت على أرضهم، لكن الحاجز أخرج أجمل ما فيهم وفينا. سنوات الانتظار تنتهي، والشهداء الذين قتلوا على الحاجز صنعوا خلودهم ومضوا وطبعوا صورهم على الذاكرة. حاجز أبو هولي لم يكن قدراً، تماماً كما الحواجز الأخرى التي تسعى الأرواح العطشة للحرية للخلاص منها. حاجز أبو هولي برجعني بالذاكرة 20 عام إلى الوراء، لما كنت في سنة أولى جامعة عام 2002. نجحت في الثانوية العامة وقررت الالتحاق في قسم الصحافة والإعلام بالجامعة الإسلامية بغزة، وأنا سكان محافظة خان يونس، والذهاب إلى الجامعة كان يتطلب التنقل من خان يونس إلى غزة. بالشكل الطبيعي يفترض أنا بركب السيارة ربع ثلث ساعة بكون في غزة، لكن حاجز أبو هولي كان يشكل لنا هاجز كبير. الهدف الأساسي إذلال ومعاناة الناس، لأنه بيوحي لهم أنه في كل لحظة ممكن يفتح الحاجز وهو بيقعد 3-4 أيام مسكر. العربيات والناس بتكون منتشرة في الأرض، العربيات توصل دير البلح في بعض الأحيان على بعد 3 كيلو. كل الشوارع الفرعية بتكون مغلقة، بتكون كثافة الناس على الحاجز يعني متلاحمة مع بعض. الحاجز تقريبا هو عبارة عن سكنة عسكرية بامتياز، هي عبارة داير ما يدورها أو ملتفة بجدران اسمنتية لا تقل طول الجدار الاسمنتي عبارة عن 3 متر. حوالين امتدادها الجدران هي عبارة عن أبراج حراسة بأسلحة متطورة برشاشات فقط، لا ترى سوى الرشاشات، لا ترى جنود بالمطلق، تسمع أصواتهم ولا تراهم. الرشاشات هذه مسلطة على صدور ورؤوس البشر. المؤلم في 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 ذلك الوقت أو في معاناة حاجز أبو هولي أن الإنسان لا قيمة له، لا قيمة للإنسان، لا قيمة للوقت، لا قيمة للفلسطيني، لا قيمة للبشر، لا قيمة للإنسانية. لأنه قد أتقبل كإنسان فكرة أنه في حاجز، فكرة أنه في حاجز ويفتح من إلى، لكن حاجز أبو هولي لم يكن يرتبط في وقت. مزاج الجند الإسرائيلي يقفل الحاجز قد يمتد لأيام مش لساعات. هنا يجيدون المناورة، الذهاب من الشمال إلى الجنوب أو العكس سيستغرق مع الناس هنا أحياناً عدة أيام. كثير من الانتظار، كثير من الغضب، وكثير من الحكايات التي تولد ويتناقلها الناس عن امرأة تضع مولودها على الحاجز. كنت أجمع الناس بناموا عندي هنا وبتطهم وغديهم وبفطرهم، والبنات الله يستر عليهم في محل كان
فاضي فيها. في مرة بس جوزها مات والمرة المحل كل موديهن عليه هناك بنامل عنده. وبعدين عملت خط مية مأكل نوم راحة باستمرار للرجال، الرجال بالديوان. في عندنا بيت لأخت إلنا من العيلة كانت لحالها لوحدها في البيت، كان هالمستضيف فيه النساء، بالإضافة إنه الوالد عمل دورات مياه للحريم وللرجال. الحاجز يعكس فلسفة الهيمنة، محاولة لاستلاب الإرادة، وسيلة لسرقة أعمار الناس، وما بين الحاجز والحاجز محاولة لفرض قانون القوة. في تاريخ 28/2/2004 وأثناء عودتي من غزة باتجاه البيت في خان يونس كان الحاجز مغلق، تم الفتح الحاجز بشكل مفاجئ. أنا كنت قاطن بأحد السيارات أو متنق أو راكب السيارة، فتم إدخال كميات كبيرة من السيارات وإدخالهم لمربع هو عبارة عن منطقة محددة لحصر الناس وللتفتيش. بعد فترة وجيزة تفاجأت أنه بسيارة أو بعربة عسكرية تطلب مني النزول بعد ما تم التأشير علي بالإصبع من الضابط أنه أنا أنزل من السيارة، فانزلت. طلب مني هويتي، أطول قاموا باعتقالي من خلال اللي هو تثبيتي وتغماية عيني وحطوا الكلبشات في إيدي من الخلف، وتم حجزي لفترة تقل عن 3 ساعات لحين وصول قائد المنطقة لاستلامي حسب ادعائهم. على فكرة سرقة أعمار الناس هي أسوأ أنواع اللصوصية، ونحن لا مزيد من الوقت لدينا للانتظار، وأن تقبل بأن تكون حياتك مرهونة بإشارة من يد جندي أو مجندة غريبة. كان باستمرار يشكل خطر أمني على الناس من اعتقال، من اطلاق نار واستشهاد، واستشهدوا واستشهد عندنا ابننا احمد عبد الرازق ابو هولي، بالاضافه انه اطلاق النار العشوائي باستمرار بنقطعش. بس استحضر جار لان اسمه محمد ابو شكفه، تم استشهاده على الحاجز اللي هو كيكو رحمة الله عليه. وفي نفس الوقت بدناش نستبعد الأمر لأنه هذا هو عبارة عن مصدر الاعتقال، وأنا كنت جزء من الحالة هذه لأنه تم اعتقالي بتاريخ 28/2/2004 على نفس الحاجز هذا. فجأة كان في عاملين حاجة بنسميها إحنا الحلبات، يعني بعد ما ندخل 100 متر تلاقيه وقف لك الجب الإسرائيلي ويأخذنا باتجاه كده مكان معزول يتم تفتيشنا فيه بطريقة مهينة، هويتك مش هويتك، وين رايح وين جاي. طبعا يكون معنا مرات بعض الأشخاص اللي يتم اعتقالهم أمام عينك، يعني إحنا نكون 6-7 في السيارة، تخيل أنت تكمل طريقك ناقص راكب معاك، حالة من الألم يعني في هذاك، وخصوصا في السن اللي إحنا كنا بنعيشه في هذاك الوقت. لما أنت بتحكي 18 و19 20 سنة لسه يعني في ريعان الشباب، ما تعودناش على مثل هذه القسوة في الحياة. في الصورة الزعيم الخالد ياسر عرفات كان جزءاً من حالات المقاومة لوجود الحاجز، هذا ما يقوله الشهود عن زعيم كان يمد اللحم الموجوع على قارعة الانتظار بكل مستلزمات الصمود. والوعد الذي قطعه الزعيم الخالد ولم يفي به بعد استشهاده يحققه السيد الرئيس محمود عباس. الشهيد القائد أبو عمار الله يرحمه كان على اتصال دائم بالوالد، وفي أحد المرات وهو في المقاطعة محاصر اتصل بالوالد بيسأل يطمئن على وضع الناس. قال له الوالد إيش أنت محتاج؟ أنا بدي أقدم لك، بدك أفتح لك حساب في سوبر ماركت أو مخبز؟ الوالد قال له أنا مش محتاج حاجة، أنا محتاج أشوفك واسمع صوتك وينصرك إلنا. قال له أنا بعت لك 100 فرشة و200 مخدة و100 إحرام، وإن شاء الله عن قريب
حنتحرر وحينسحبوا من غزة وحاجة تغدى عندك عند المطاحن. لما بتنقل ما بين خانونس وغزة، خصوصا لما بنضطر للدخول لدير البلح عبر شارع أبو هولي، يعني بيستحضرني المشاهد المأساوية اللي كنا بنعيشها. بحدث نفسي بقول هنا كنا نقعد، وهنا كنا نشتري الشاي أو القهوة، وهنا كنا نشتري الترمس والفستق عشان نتسلى فيه، هنا كنا نقعد نستظل تحت هذه الشجرة أو 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 تلك. يعني لليوم بعد 20 سنة من المعاناة والمأساة، لا زال شريط الذكريات يعيد نفسه في كل مرة يعني نتخطى أو نتنقل ما بين يعني جنوب وشمال القطاع. الصورة على هذا الجدار تعكس حالة الانتظار الفلسطيني الطويل على حاجز المحتل، وتبشر بزمن يأتي ستكون الحواجز فيه جزءاً من الماضي، زمن يتحول فيه الانتظار إلى حرية جمعية تليق بالحلم الفلسطيني.